نروح بقى لخبر تاني لطيف. لاعبة التنس الأسترالية المحترفة طبعا اسمها أشلي بارتي، هي تصدرت الموسم الثالث على التوالي قمة ترتيب اللاعبات المحترفات للتنس. بعد الخبر الحلو ده بقى هي قررت ايه كريم؟ ان هي تعلن يعني عن خبر تاني حلو بالنسبة لها، واعلان خطوبتها من لاعب برضو جولف سابق، ونشرت صورة ليها مع خطيبها وخاتم الخطوبة، وكتبت كده زوج المستقبل. وطبعا بقى بعدها الناس قعدت تبارك لها، وهي طبعا من نجمات التنس زي ما كنت بقول لحضراتكم. فمبروك يا أشلي والله. أجمل التهاني للعروسين.